إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع القاعدة الفقهية، وصلنا إلى قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. اليوم في القواعد قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي فرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه فرق للقاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وبعدها نسني إن شاء الله بالكلام على أصول الفقه أيضا في المرجحات في مسألة الرواية. هذه القاعدة من القواعد المهمة، وهي فرع عن مسألة رفع الشكوك والكلام على أن اليقين لا يزول بالشك. ومعنى هذه القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لأنها تدخل في كثير من المسائل العلمية في الأبواب، أبواب العبادات والمعاملات، وأيضا في الحدود وفي غيرها. فلا عبرة بالظن البين خطأ، فلا عبرة بالظن البين خطأه. المعنى لهذه القاعدة بأننا إذا استيقنا خطأ الظن الذي عملنا به، ونحن أصالة غالب التعبد لا للفعلاء غالبه على الظن، ونحن في غالب الأحوال كما قال علماؤنا ننزل المظنة منزلة المئنة، في غالب الأحوال ننزل المظنة ما 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 منزلة المئنة. فالحق أننا نتعبد لا بغلبة الظن، فإذا استيقنا بخطأ الظن الذي تعبدنا الله به أو أقمنا العبادة به، فلا بد أن نرد هذا الظن ونعيد العبادة التي قد أقمناها على هذا الظن الذي ظهر خطأه. فإن قلنا الظن هو التردد بين أمرين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، وقلنا بأن المرجوح يكون عند العلماء هو الوهم، وأن الراجح هو الظن. فلو اختسم رجلان إلى 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 القاضي في مسألة في بينهما التنازع فيه، كما اختصمت المرأة في ابنها عندما جاءت المرأة الأولى وجاءت الثانية إلى سليمان عليه السلام، فاختصم على ولد بأن الذئب أخذ طفلا وذهب به، فالأولى تقول ذهب بابنك، والثانية تقول ذهب بابنك، ولكن الكبرى جاءت بالولد في يدها، فهنا يعني كأنها غلبت الكفة معها. وكان سليمان انقضح في ذهني أنه ابن الصغرى لا ابن الكبرى، فاحتال حيلة شرعية حتى يصل إلى الحقيقة بقوله أعطوني السكين أشقه نصفين، حتى ورد الشفقة من الصغرى دون الكبرى فقال هو ابنك. الغرض المقصود بأننا لو حكم القاضي لمن لحن بالقول وكان أبلغ وكان مستطيعا أن يبين ما يريد، فاقتنع به القاضي وأعطاه، ثم ظهر الحق بأنه أخطأ في ذلك، فلا عبرة بما قضى القاضي، فلا عبرة بالظن البين خطأه. ولا يدخل هذا في باب أن الاجتهاد لا ينقضه الاجتهاد، لأن الاجتهاد يبقى اجتهادا وتبقى المسألة غير ظاهرة. أما إذا ظهرت المسألة بجلاء وظهر الدليل ببينة، فلا يمكن أن يعمل بالظن مع وجود البينة بحال من الأحوال، لأن الظن ما زال في احتمال، والبينة ما زالت في المحكم، والمحكم يقدم على الاحتمال في هذا الباب. وأصل القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل إنكم لتختصمون علي، حتى قال ولعل أحدكم ألحن بحجته من أخيه، فقال فإنما أقطع له بقطعة من النار، فلا يأخذ
فإنما أقطع له بقطعة من النار. وهذه الجزئية من الحديث هي التي أثبتت بأن الظن بيان خطأ الظن واليقين في خطأ الظن بأننا لا نعتد به ولا نعمل به. لذلك الإنسان سلم نهى وزجر أن يأخذ هذا الحق الذي ليس له، قال فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذه دلالة واضحة جدا على الوعيد الشديد الذي يثبت بأنها على التحريم في هذا الباب. هذا أصل القاعدة. وطبعا أيضا القاعدة يمكن أن نقول أصلها أيضا فيما سردته لكم فيما حدث مع سليمان عليه السلام في مسألة المرأتين، واحتال حيلة شرعية حتى وصل إلى الحقيقة التي انقضحت في ذهنه، ولا يعتبر بالظن البين خطأ بحال من الأحوال، لأن داود عليه السلام قد حكم بالبينة الظاهرة أمامه، وهذا ظن، قد حكم بالظن فاستبان خطأه عند سليمان فلم يعمل به، فاستبان خطأه عند سليمان عليه السلام فلم يعمل به، فلا بد أن نفهم هذا. فهنا تحكيم للقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. القاعدة هذه قاعدة عظيمة ولها صور كثيرة فيها التمرس العملي والتحقيق والتطبيق العلمي والعملي في هذا الباب، منها أصلا سورة القاعدة، منها قام رجل يصلي من الليل، يعني قام رجل نام ولم يكن يعني كان مسافرا وهو في سفر أرهقه السفر جدا، فنام بعد المغرب ولم يصلي عشاء. وطبعا النهي عنه بعد من مغرب العشاء هذا الأمر على الاختيار، لكن لو كان الرجل يعني قد أرهقه السفر جدا والسفر مشقة وقطعة من العذاب، فنام متعبا، فقام بعد ذلك من الليل، قام من الليل فسمع أذان الفجر، قام فصلى الفجر، وبعد ذلك قضى صلاة العشاء بعد الفجر. فلما انتهى من الصلاتين سمع أذان الفجر، سمع أذان الفجر يؤذن، فهنا صلاة الفجر صلاها في غير وقتها بظن، صلاها في وقتها في غير وقتها بظن. فهنا نقول له الآن عندما يسأل نقول صلاة العشاء هي على وقتها، وصلاة العشاء ما كانت قضاء بل هي في وقتها، وإن ظننت أنها ليست في وقتها. هو عندنا ظنان الآن، الظن الأول بأنه صلى العشاء قضاء، والظن الثاني أنه صلى الفجر في وقته لذلك قدمه. فأول شيء نقول صلاة الفجر ليس معتد بها، لك الأجر عند ربك جل في علاه، لكن هذه لا تسقط عنك المطالبة، وما زالت ذمتك مشغولة بالصلاة الفجر، لأنه قد دخل الوقت وأنت لم تصلي الفجر. ولا عبرة بالظن البين خطأ، ولا عبرة بالظن البين خطأ. هو نظر إلى السماء فحسب أن الفجر قد بزغ، قد طلع الفجر فصلى الفجر، فلما سمع المؤذن تأكد أن ظنه كان فيه خطأ، لعله رأى الفجر الكاذب من الفجر الصادق، فالتبس عليه الأمر فصلى بذلك، فصلى الفجر في غير في قبل وقته. وهذا باتفاق وبالإجماع أنه لا 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 يسقط عنه الفريضة، ولقول وطبعا قبل الإجماع قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فنقول له الآن أنت عليك أن تصلي الفجر والعشاء، ظنك أنها كانت قضاء هي ليست بقضاء بل هي في وقتها، طبعا على الخلاف المشهور بين العلماء في مسألة آخر وقت العشاء. أيضا من الصور التي يعني لهذه القاعدة المهمة جدا، سواء نرجح أو لا نرجح، نضرب أمثلة وإن شاء الله الأمثلة يكون فيها غنية وكثيرة في هذا الباب. يعني إذا قلنا لا عبرة بالظن البين خطأ لا يعمل به، فإننا نقول إذا رأت امرأة دم وظنت بأنها دم استحاضة، يعني نزل عليها الصفرة والكدرة ثم بعد ذلك صار أحمر خفيفا، أحمر ليس بحراني ولكنه أحمر فيه أو مائل للحمرة، فقالت إن هذه استحاضة،
فرجحت بأنها استحاضة ليست بحيض، ثم بعد ذلك صامت وصلت، ثم تبين لها بقول الفقيه أو بقول الطبيب بأن هذا كان الحيض، وحيضها يعني جاءها بسبب الإرهاق، بسبب شيء معين تغير اللون، لكن هو دم الحيض، لأن هذا الوقت هو وقت الحيض، وأيضا أنه استقبلت ذلك بالصفرة والقدرة أولا، ثم نزل الدم عليها، وإن كان وإن لم يكن بنفس الصفة التي كان ينزل في كل مرة لأمور صحية عندها، فتبين المهم تبين لها إما بفتوى المفتي بعلمه بذلك أو بالكلام كلام الطبيب المختص في ذلك، فقال هذا حيض. فهنا الآن هي لما صلت وصمت صلت بظن فيه خطأ، وقد استبان هذا الخطأ أو استبان خطأ هذا الظن، فلابد أن نطبق هذه القاعدة عندما ترجع وتسأل الفقيه فيقول لها لا عبرة بالظن البين خطأه، أنت الآن صومك هذا لا يجزيك عن الصوم، أنت ما زلت مطالبة بهذا الصوم لأن قضاء الصوم عليك واجب، وأما صلاتك هذه فإنك أصالة غير مطالبة بالصلاة وأيضا غير مطالبة بالقضاء، فأما ما فعلته من الصلاة بالظن لك الأجر على ما فعلت، فأنت صارعت إلى الخيرات بهذا الظن فلا يضيع أجرك، والكلام هنا ليس على الثواب والعقاب، الكلام هنا على مسألة إسقاط المطالبة وعدم إسقاط المطالبة، شغل الذمة في ذلك هل برئت ذمتك أم لم تبرأ ذمتك، فهنا نقول لا عبرة بالظن البين خطأه، وأن الصيام هذا لا يعتد به، وما زالت ذمتك مشغولة بهذه الأيام التي صمتيها لأنك صمتيها في غير محلها، لأن الله تعالى قد نهاك عن الصوم حالة كونك حائضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذا الأصل في هذا الباب. أيضا من الصور لهذه القاعدة المهمة جدا قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لو قلنا بأن الكلام في الزكاة، رجل بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول فأراد أن يخرج الزكاة فخرج وأول شخص رأى بهيئته فقيرا فأعطاه الزكاة وانصرف بعد أيام علم أن هذا شخص من الأثرياء، فما حكم إخراج الزكاة هنا؟ يعني هو الرجل الآن بعدما توفرت فيه شروط وجوب إخراج الزكاة أخرج الزكاة، والمعنى بأنه قال بلغ المال النصاب وحال عليه الحول إذن يجب إخراج الزكاة، فما كان من الوجوب يجب إخراج الزكاة هذا واجب عليه، وعند وجوب إخراج الزكاة لابد أن تبرأ ذمة صاحب المال بهذا بأداء الزكاة، ولابد أن يؤديها إلى الوصف الذي وصف الله جل في علاه إلى مصارف الزكاة، قال الله جل في علاه مبينا على مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، فإلى آخر الآيات، فهو أعطاها لغني ثري، والله النبي صلى الله عليه وسلم منع الزكاة لغني ثري ولا لقوي مكتسب، فهل هنا الآن تجزئ هذه أو لا تجزئ؟ والتقييد الفقهي يقول بأنها لا تجزئ، لما؟ لأنه الآن اجتهد في الإعطاء بظن، أعطاها بظن والظن استبان خطأه، لأن الرجل ليس من أصناف الزكاة، فلا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، فنقول لك الأجر في ذلك وهي صدقة من الصدقات وعليك أن تخرج الزكاة مرة أخرى وجوبا ليس استحبابا، لم تبرأ ذمته لأنه أخرجها في غير وجهها وأعطاها لغير مستحقها، وهذا هذا الصحيح في التقعيد الفقهي في هذا الباب لا عبرة بالظن البين خطأه. يبقى أنه يرد علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج رجل يعطي الصدقة فأعطاها في يد غني وأعطاها في يد زانية وأعطاها في يد سارق، ثم قال الحمد لله على غني، الحمد لله على سارق، الحمد لله على سارق على بغي. هنا الآن رأى في المنام أنه قال قد تقبل الله منك الصدقة، هذا 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 يرد علينا في مثل هذه المسألة التي نطبق فيها القاعدة المهمة لا عبرة بالظن البين خطأه. عند الإيراد كيف رد هذا الإيراد؟ ممتاز يا بشار، يعني ممكن نقول ذلك، ممكن نقول ذلك، نقول ممتاز، ممكن نقول بأنها صدقة من الصدقات، هذا على الراجح الصحيح، نقول بأنها صدقة من الصدقات، يعني يمكن لنا نقول بهذا التوجيه، وممكن التوجيه الثاني
في أماكن تطبق القاعدة ولا تجزئ. نعم، إن الرؤية في المنام قد تخطئ، يعني الإجابة في الرؤية في المنام علي أن يخرجها ثانية. الصحيح أنه عليه أن يخرجها ثانية، وأيضا الفات لفت الانتباه إلى مسألة المنامات ليأخذ منها أحكام. ممتاز جدا هذا، لفت الانتباه لهذا ولا تجزئ، هذا صحيح. لكننا نقول لنا في التوجيهات في هذا الباب، نقول أن هذا في النهاية، ولو قلنا بأنه قد تكون فيها علامة، لأن ابن عباس لما قال ابق عندنا حتى يأتينا العطاء، لأنه قال له تمتع، فقال فرأيت في العمرة حج مبرور واتباع سنة، فقال سنة نبيكم سنة نبيكم، وفرح جدا ابن عباس للموافقة في المنام. فهذه تكون من البشارات. والحق في هذا الباب نقول أيضا في رد الإيراد، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فلا نلزم به، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهذا راجع الصحيح، ما لا سيما أنه قد جاء من شرعنا ما يثبت خلافه، بأن التنصيص على أصناف الزكاة الثمانية لابد أن يخرج لها الزكاة في هذا الباب. أيضا من الصور في هذه القاعدة المهمة جدا، وأنا أقول هذه قوالب لابد يتقنها الفقيه، ولابد يتقنها طالب العلم، وإلا يكون متعريا على عن 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 الفقه. أقول بأن من الصور أيضا، قام من الليل فظن عدم طلوع الفجر فأكل وشرب، وكان يومه القادم من رمضان ففيه الصيام، فقام من الليل فظن عدم طلوع الفجر فأكل وشرب وجلس حتى أنه جامع امرأته، ثم ذلك سمع إقامة الصلاة، ما سمع أذان الفجر سمع إقامة الصلاة، وهذا كثير ما يقع في الناس من العام، يعني يقع فيهم ذلك، يعني قام من الليل وهو يقوم من الليل ويريد الصيام، فيقوم فيجهز سحوره فيتسحر، وأيضا يعني يتقوى على العبادة بهذا السحور، أو يجاء أو يقارب امرأته في قول الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم بعد ذلك بعدما انتهى سمع المؤذن يقيم الصلاة لا أنه يؤذن. هنا هذه المسألة، دعك الآن من الخلاف الفقهي والكلام عليه، تطبيق القاعدة. هنا الآن قام فأكل، أكل ظنا منه بقاء الليل، أكل ظنا منه بقاء الليل. العلماء يقولون هنا، الفقهاء في تطبيق هذه القاعدة، طبعا هذا في خلاف فقهي بين العلماء في هذا الباب، في خلاف فقهي، لأن هذه القاعدة قد تقابلها قاعدة أخرى في عند الترجيح. فهنا العلماء يقولون أكل ظنا منه بأن الفجر لم يطلع، استبان يقينا بأن الفجر قد طلع، إذا لابد من تطبيق القاعدة، لا عبرة بالظن البين، خطأه، الآن تتعبد لدى الفعل بالظن وقد استبان لك الخطأ، فكيف يعني تستمر فيه؟ لا عبرة بالظن البين، خطأه، فإذا لابد أن نقول بأن عليه القضاء، لابد أن نقول بأن عليه القضاء، هذا تطبيق القاعدة. تريدون التحليل الفقهي والراجح ممكن أقول لكم، لكن أنا الآن أمرس طالب العلم على أن يتقن كيف يطبق القاعدة، وإن كان لأن القاعدة هنا تتنازع مع قاعدة أخرى وهي في نفس الفروع، الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء مكان على مكان، يعني الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. والحق في هذا الباب بأسره، أنا لا أنازع بين القواعد، أنا أطبق هذه القاعدة، لكن أنا عندي الآن بعد استبانة اليقين في الظن جاء خطأ، لكني أتوسع بالكلام على النظر على رحمة الله جل في علاه بحديث الإنسان رفع علامات الخطأ والنسيان المستقر له عليه، على أن التقدير رفع الحكم والإثم، رفع الحكم والإثم، لا سيما وأن الخطأ في هذه الأمور مغفور، ولأن الله تعالى عليم حكيم، والعبد ما أراد عزما أن يتخطى وتجاوز، ولكنه قد أخطأ في اجتهاد، لذلك كان له الأجر والثواب، وكان له أيضا الحكم، فلا يجمع الله له إلا بين الحلوين في هذا الباب، لصدق النية مع الله جل في علاه. لكن عند التطبيق والتطبيق القاعدة الصحيح في ذلك، أن يقول لا عبرة بالظن البين، خطأه، ولو قال الأصل بقاء مكان على مكان، قلنا ما كان على مكان هو ليس لم يكن على مكان، ففي التقديم عند القواعد عندما تختلف، إذن نقدم أقوى القواعد على بعضها، والقاعدة الأقوى هنا لا عبرة بالظن البين، خطأ، لكن نقول في الحالتين الحديث قد أنهانا من ذلك، وبين لنا في أن في قوله السلام عموما رفع علامات الخطأ ونسيان مستكره عليه، ويفصل في ذلك حديث الذي جعل قالين تحت الوسادة، حديث بن حاتم رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ما فعل، بأنه قرأ قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال ذلك فأخذ العقلين الأبيض والأسود يأكل حتى استبان له التفريق بينهما، فضحك من سلم وقال إنه سادك العريض، يعني إنه سواد الليل وبياض النهار، يعني المسألة ليست كما ظننت أنت.
فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال ذلك وهو يأكل، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بقضاء اليوم، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بقضاء اليوم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الترجيح في هذا الباب، وأن رحمة الله أوسع على العباد. وأما الكلام، وطبعا هذه في مذاهب العلماء مختلفة، يعني في الشافعي هناك وجوه في هذا الباب، وأيضا عند الحنابلة، وإن كنت كما قلت لكم أدين الله بأنه لا شيء عليه سواء في الليل أو النهار، ولا تفريق بين الليل والنهار على ما قالوا، لأنه في النهار قالوا بقاء أيضا النهار، ولكن هذه فيها نظر. أيضا من الصور التي يمكن أن تقال في هذه القاعدة المهمة جدا لا عبرة بالظن البين خطأه، برجل فارق امرأته فسخا لا طلاقا لما ظن بأن أمه قد أرضعتها 5 رضعات مشبعات، يعني زيد تزوج هندا ثم قيل له بأن الأم أرضعتها 5 رضعات مشبعات، فلما ظن بأنها أخت من الرضاعة أصالة العقد لا يستقيم. فالفراق هنا على الصحيح الراجح علميا، على الصحيح الراجح فقهيا، بأنه فسخ وليس طلاقا، لأن العقد أصالة لا ينعقد إذا كانت كما قلنا إذا كانت أختا له. فهو لما قيل له بأن أرضعته 5 رضعات مشبعات ففارقها فسخا ثم بعد ذلك بالشهود وبالعيان وبالإقرار تبين له أنها أرضعت أختها ما أرضعتها هي، أن أمه أرضعت أختها ما أرضعتها هي. فإذا كانت أرضعت أختها فهي تحل لابنها، هي تحل لأنها ليست بنتا لها في الرضاع، فقط أختها هي لبنت لها في الرضاع، وانتشار المحرمية يكون المسألة كلها علاقتها بالرادع والمرضع فقط، أما البقية ليس لها علاقة بهذا الباب، فهي أرضعت أختها، فتكون المرأة حل وتكون المرأة حلا وبلا لزوجها هذا. وقلنا بأن المفارقة كانت فسخا لا طلاقا، ولو ظن أنها طلاق لا نوقعه، لو قال لها أنت طالق هذا لا نوقعه، لأن الحق بأن العقد مفسوخ أصالة لأنه لم ينعقد في ظنه. فهنا عندما ينظر ويرجع المكلف بهذه القضية الشائكة، ترى أنت تعلم أن في هذا الباب يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني في أخ أمامي أنا طلق امرأته طلقة أولى، فقلت له هذه وقعت، وهو عنده وسوسة، وأنا كنت دائما أعالجه وبين له أن الطلقات لا تقع، لكن هذا كان عازم وجلس معي في السيارة وأنا أصلح بينه وبين زوجتي، فقال لها يعني أنت الآن تعاندين، طب أنت طلقة الطلق الثاني بكل أريحية في هذا الباب. فقلت له اتق الله، هكذا وقعت الطلقة الثانية، وقال لها أنت طلقة ثانية، ثم قال طلقة يعني أساسني هي الطلقة الثالثة. فقلت له كل ذلك لا يقع إلا واحد، وأنا الآن الشيطان بينكم، أنا سأسير واسمع الكلام، اجعلها تمشي وحدها، أو قال لي خلاص أنا أوصلها، قلت اجعلها تمشي وحدها وابعد عنها الآن، ولو طلقتها تكون الطلقة الثالثة واقعة. فماذا فعل؟ تركني بعدما أنا تركته، واتصل فيها يبكي ويلطم بعد ذلك، ما أدري ما الذي يحدث من الرجال والنساء، الرجال أجن من النساء عند فقدان العلم وإطباق الجهل، مع أنه مثقف وإطباق الجهل ترى عجبا. فقال لها يعني إن كان الأمر على ما تحبين بهذه الطريقة، طب أنا ممكن أردك، بدل ما يكون بقى المسألة هذا لا يكون يقع على التأكيد، لا يقع على الإفراد، أردك وبعد ما أردك أطلق الثالثة حتى تبيني مني بينونة كبرى. قالت له لو فعلت ذلك لكان حسنا. فقال لها تعالي رديتك، فردها وقبل رأسها، ثم قال لها أنت طالق الطلقة الثالثة في هذا الباب. هذا خلاص وقع الطلاق، وقع. قال لي 100 يعني جاني 100 مرة يبكي. فقلت له ما أعرف، الطلاق وقع، ما أعرف لك شيئا. ذهب الشيخ آخر، الشيخ فاضل نبيل، فقال له يعني أنت كنت غضبان، طب الغضب يعني تأثرت الطلاق لا يقع. أنا إلى الآن في ذهول كيف أفتى له بذلك، لكن لما جاني يبكي في الليل وكان معي أخي سعيد وبيبكي، جعلني انا حتى من شده البكاء جاني في راسي شيء، ما الذي افعله، اتحمل كل هذا؟ فقلت لهم انا الان لا استطيع اقول لك ان امرأتك ترجع اليك، لكن انا اقول الذي استطيع لك احسانا، خذ بفتوى العالم الذي وثقت فيه ولا ترجع لاحد اخر في هذا الباب. لكن انا اريد ابين بان التسرع في الاحكام هذه دلاله على الجهل المقيت. يعني انا قلت اكثر من مره، وهذه معاصرة لي ومع إخوتي، في كثير من الطلقات لا تقع عند الناس، لا تقع. يعني رجل الآن يتبنى، كان طالب علمي يدرس عندي ويتبنى بأن الطلاق في الحيض يقع، لما راح لبعض يعني أركان فتوى معينة فقالوا له إحنا عندنا مخرج لابن تيمية فالطلاق لا يقع خذها ردها، وكان طلقة ثالثة، والرجل كان يتبنى ما قالوا ما
ما قاله الجمهور، ثم قال لي لو أنا أخذت بفتوى ابن تيمية أأسم ولا ما أأسم. فهنا المسألة فيها تساهل وفيها جهل كبير. هذه المسألة مسألة شيك، مسألة الآن هو قال لها أنت طالق طالق طالق، لما؟ لأنه ظن أن أمها أرضعتها 5 رضعات مشبعات، فإذا بانت من هنا على قولي، فتبين له يقينا أن الظن هنا خطأ. وعندنا القاعدة لا عبرة بالظن البين، خطأ. عندنا أمران الآن، الأمر الأول ظن خطأ، الأمر الثاني طلقها 3، فهي أمامه الآن قد بانت منه بينونة كبرى. والصحيح الراجح عند تدقيق النظر وعند التطبيق الصحيح، فنقول له الآن الظن هذا قد استبان لنا خطأه، وتأكدنا يقينا أن أمك ما أرضعتها بل أرضعت أختها، والمحرمية انتشرت على أختها ليس عليها، وهي حل وبل لك، فالظن هنا خطأ. فإذا نطبق القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، وأما طلاقك الثلاثة هذا خطأ آخر، لأنه لو كان مبني على ظن خطأ، افهموا هذا، مبني على ظن خطأ. لما؟ لأنه يحسب بأن النكاح قد انعقد، وهو يعلم بأنها أخته، فإذا لو قلنا بذلك، إذا الظن الأصيل في هذا الباب أنه ظن بأن النكاح قد انعقد فطلقها 3 على انعقاد العقد، ولكن في حقيقة الأمر الانعقاد لا، العقد لم ينعقد، فجاء الطلاق الثلاث على الظن الأول بأن العقد لم ينعقد، في هذا الباب خطأ، استيقنا أن الظن قد ظهر خطأه، البين خطأه فلا يعمل به. وأقطع ذراعي لو في واحد ولا واحدة منكم فهمت حاجة. اللي فهم بقى يريني الآن، يريني ما فهم، أو أعيد واحدة واحدة. أولا قولي فهم ولا مش فهمة. إذا كان مبني على ظن صحيح ينعقد، هذا سؤال أنا أريد الإجابة. أمين أمين، فهمت يعني، تكسب المصلحتين، ممتاز. بشار ما فهمت، إذا المسألة كيف تكون، كيف تطبيق القاعدة عليهم هنا الآن؟ يعني أقول الطلاق انعقد لأنه مبني على ظن خاطئ، الآن في تشويش عندك، ليس صحيحا هذا الكلام. نعم هو ما قال منصور، هو طلق بناء عن ظن خاطئ، والظن الخاطئ لا عبرة به، هو يحسب بأنه انعقد عقدا صحيحا، الزواج انعقد عقدا صحيحا، فعلى سبيل الظن بأنها أخته، الصحيح أنه لا ينعقد، يعني هذا لا ينعقد على الظن الخطأ، يعني هذا لا ينعقد على الظن الخطأ. أخشى والله أن تكونوا فهمتم شيئا، أخشى والله. نعم هذا صحيح، لو كان صحيحا لكان الطلاق يقع. فإذا نحن نقول له الآن نعم كلامك صحيح في هذا الباب، ظنك بأنها أختك يجعل العقد غير منعقد، وأنت ظننت أنها أختك وكان خطأ، وركبت خطأ آخر مع أنها أختك صححت العقد، وعلى غرار هذا التصحيح الخطأ طلقت 3، فكان 3 وقع على محل خطأ ليس على محله فلم يقع، فيكون 3 وقع على غير محله فلم يقع، جيد جدا، هذه وقع على غير محلي فلم يقع. فهمتي؟ فهمتم؟ أظن فهمتم إن شاء الله. فيكون الصحيح الراجح أنها امرأته ولا طلاق ولا فسخ، والصحيح الراجح في ذلك أنها امرأته، والطلاق هذا لا يعتد به، ولو كانت أخته حقا لكان فسخا، والفسخ لم يقع للظن البين خطأه، فنطبق القاعدة الظن البين خطأه لا عبرة به، لا عبرة بالظن البين خطأ. جزاكم الله خير، فهذه أيضا من المسائل المهمة جدا في هذا الباب، في تطبيق هذه القاعدة في هذا الباب. أيضا نقول سافر زيد سفرا، وهو يظنه مسافة قصر، وهو ممن يرى بأن القصر لا يكون إلا على مسافة ظاهرة واضحة جلية، لأن القصر على خلاف الأصل، والأصل التمام، فيقول إذا لابد من استبانة المسافة الصحيحة حتى يطمئن قلبي للقصر، وهي 4 برد، يعني من 71 كيلو إلى 80 كيلو. فهو سافر وظن في سفره أنه قد قطع هذه المسافة،
فأذن الظهر فنزل فصلى الظهر ركعتين. ثم بعد ذلك ما سار سيرا تأكد يقينا أنه لم يقطع مسافة 70 كيلو، أن السفر الذي ذهب إليه هو مسافة 65 كيلو لا 71 كيلو، يعني مسافة أقل من مسافة 4 برد. هو كان يتبنى مسألة المسافة 4 برد، فنقول له الآن لا عبرة بالظن البين خطأه، فعليك أن تعيد هذه الصلاة، لا عبرة بالظن البين خطأه، فعليك أن تعيد هذه الصلاة، ولو حتى مضى وقتها فإنك لا كفارة لها إلا أن تصليها، لأنك أخطأت، وتكون إن شاء الله لك حاضرا وأجرك فيها على التمام، لكن لا عبرة بالظن البين خطأه، فعليك أن تعيد هذه الصلاة. من ذلك أيضا ما يمكن أن نقول، وأنه كان لابد علينا أن نقول بأنه دليل أيضا، دليل لهذه القاعدة، زيد أو قل عمير اشترى محفلة. ما هي المحفلة يا طلبة العلم؟ الحمد لله. تركها أيام، نعم، هي المصرات، ربط الأخلاف لبهيمة الأنعام حتى يرى الرائي كأنها كثيرة اللبن، فاشترى محفلة، اشترى عمير محفلة ظنا منه بأنها كثيرة اللبن، فلما أبقاها، فلما أمسكها 3 أيام علم أنها ليست كذلك. طيب، فهنا الآن نقول اشترى وتم البيع، صحيح ولا لا؟ فإذا تم البيع فلا رجوع، فلا رد، فنقول هنا واشتراها ظن منه بأنها كثيرة اللبن، ولا عبرة بالظن البين خطأ، ولم يبين، وهذا عيب، فلم يبينه صاحب المصرات وصاحب المحفلة، فكان فيه من الغبن ما فيه أو من الغرر ما فيه، لذلك أباح له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. أيضا من ذلك، من الصور التي يمكن أن تكون لهذه القاعدة، قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، بأن نقول جاء زيد وعلم بجنازة رجل من أهل العلم، والفرق بين أهل السنة وأهل البدعة الجنازات، كما قال أحمد بن حنبل، قال بيننا وبينهم الجنائز، عالم بجنازة العالم وحق العالم عليه كبير، فذهب ليصلي، فهو من شدة زهوره وجد أن وجد الجنازة الخشبة، فحسب أن عليها، لأنها كانت مغطاة، حسب أن داخلها هذا العالم، وكان يعني مشغولا بأمر، فخشي أن تضيع عليه الصلاة، فقال يصلي، وبعد ذلك يذهب هو إلى قبره يعني يدعو له، فصلى عليه وصار، فلما صلى عليه وصار تبين له باليقين أنه بعدما مشى رآهم يحملونه ويضعونه في نفس المكان، الجنازة اللي بالفتح، يضعونها على هذه الخشبات، فتأكد له بأنه عندما صلى والصندوق فارغا، صلى وحالة الصندوق بأنه كان فارغا، فنقول هنا لا عبرة بالظن البين خطأ، ولم تسقط عنك الصلاة، يعني إن كنت تريد أجرها، وإلا فهي فرض كفاية، فهنا نقول له لا عبرة بالظن البين خطأ، والصلاة ما زالت عليك، إن كان يرى وجوبها عينا عليه، لأنه من العلماء لابد من الوفاء له، فنقول له ارجع فصلي عليه، أو حتى لو كانت على الاستحباب نقول هنا الآن أنت لم تصلي عليه هذه الصلاة، أنت لم تصلي عليه في هذا الباب، لأن العبرة بالظن البين خطأه. أيضا من ذلك طلقها في الحيض، طلق امرأته في الحيض، وهو ممن يتبنى أن الطلاق في الحيض لا يقع، طلقها في الحيض، وهو ممن يتبنى بأن الطلاق في الحيض لا يقع، هذه مشكلة كبيرة، لأنها على صورتين، الصورة الأولى طلقها وهي في الحيض، وهو ممن يتبنى أن الطلاق لا يقع، فقالت له إني حائض، فقال لها الحمد لله الطلاق لم يقع، ثم استبان لهم بعد 5 أيام أن هذا من الحيض وليس أن هذا من الاستحاضة وليس من الحيض، أن هذا من الاستحاضة وليس من الحيض، فنقول هنا الآن هو نقول له لا عبرة بالظن البين خطأه، لأنك ظننت أنها حائضا وطلقتها عازما يقع الطلاق، أو أنت طلقتها في الحيض وتحسب أنها في الحيض، لا، الطلاق وقع في الاستحاضة، والاستحاضة تفارق الحيض، وقع الطلاق منك، فيقع الطلاق. المشكلة في الصورة التي تأتيك الآن،
المشكلة في الصورة التي تأتيك الآن بأنه علم أنها حائض وهو علم أنها جاء يجامعها فقالت له يعني نزل عليها الدم فلما نزل عليها الدم فأراد أن يرعبها فقال أنا 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 أريدك وهي تقول نمتنع مسألة الدم فقال أنت طالق طالق تعصي أمري طالق 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 أريد أن يرهبها يريد أن يعاقبها وبعد ذلك تبين هو طلقها ثلاثة وهم من يتبنى من الطلاق في الحيض لا يقع بعد ذلك استبان له أنها مستحاضة وليست حائضا فما حكم الطلاق الثلاث الذي قد أوقعه عليها إليكم الميكروفون ما شاء الله ما الأستاذ سناء خلاص عايزة المسألة تبطر من أولها ما دام تجرع على الطلاق فلابد أن تعاقبه وأن توقع الطلاق لأنك من أول المحاضرة إلى آخرها الآن أوقعت كل الطلقات جزاك الله خير تحتاج إلى تحقيق طيب ماشي إذا نأخذ بقولك يقع الطلاق هل في قول آخر يخالف أو يوافق يقع الطلاق واحدة عشان الثلاث هنا يعني كيف يعني أنت أم ماريا أنت تتبنين بأن الطلاق ثلاث يقع واحدة طيب ماشي وطبعا أنا أخالف في ذلك لأن أنا أرى مسألة الطلاق الثلاث لا يكون واحدة إلا بالنية لحديث ركانة وإن كان حديث ركانة ضعيف لكن الاستناد هنا مع عمل الصحابة عليه بأنه قال الله واحدة قال الله واحدة قال إذن فهي واحدة هو الحق بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا إذا انتوى ثلاثا ويقع واحدة إذا انتوى واحدة الطلاق الثلاث في كل الأحوال حتى لو تفرقت المجالس وكان يريد التأكيد يقع تأكيدا يريد التفريق يكون التفريق وإن كان بعض العلماء يرى بأن وجهة النظر بأن التفريق في مجالس مختلفة لا يتأتى عليه التأكيد بل هو أراد التفريق بل أراد التفريق جعلوها قرينة لإرادة التفريق جيد المشاركات هذه مشاركات قوية ما زلنا في نفس المسألة ولم تصلوا إلى ما أريد المسألة فيها إشكال والحق بأنها تحتاج لدقة نظر قوية طب أنا أبين الإشكال والإجابة عليكم قالت وإرهابا لها لا يقع يعني أنت الآن خالفت التصريح لما قال لها أنت طالق فكيف أنت الآن تمحوري المسألة على النية وهنا قد صرح بالطلاق صرح قال طالق وتعلمون بأن الطلاق إذا جاء ظاهرا لا ينظر فيه للنية لا يعتد بالنية عند وجود البينة وهي الطلاق مرتان طيب أنا سأبين الإشكال والحل عندكم الإشكال هنا عندنا في إيش أولا هو قال أنت طالق ثلاثة خلاص قل أراد الثلاث أراد واحدة هو قال أنت طالق في الحيض وهو يعلم أن وهو يتبنى أن الطلاق في الحيض لا يقع مفهوم فقال أنت طالق فهنا الآن هو يظن الحيض جيد فأوقع الطلاق من أجل هذا الظن وعندنا القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه لا عبرة بالظن البين خطأه فبانت استحاضة فنقول وقع الطلاق لأنك أردته هذا على ظاهر القاعدة فهمتم يبقى لنا شيء واحد فقط هو الذي لابد أن نعمل النظر فيه بأنه في حقيقة أمره ما أراد أن يطلق هو ما استغفر الله لا 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 انظروا إلى دقة النظر أراد أن يطلق وما أراد وقوعه أراد أن يطلق وما أراد وقوعه فسروا لي ما أقول الآن هو أراد أن يطلق بقولي أنت طالق خلاص هو أرادها أراد اللفظ لكن ما أراد وقوعه لأنه قد قاله ظنا منه في الحيض الذي لا يقع عنده الطلاق فيه هذا الإشكال
فإن أخذناه بالظن البين خطأه قلنا وقع الطلاق، فإن أخذناه بأصل نيته بأنه ما أراد إيقاعه وإن تلفظ به لأنه هنا مانع لظنه أن المانع موجود، فقلنا الطلاق لا يقع. وهذه مشكلة الحق، هذه مشكلة، هذه المسألة فيها إشكال قوي، فلا بد من النظر الدقيق في هذا الباب. وسأتركها لكم سؤالا، هذا سؤال كأنه اختبار ونريد الإجابة منكم. إذن عليكم البحث فيها، وأتوني بهذا البحث في الدرس القادم إن شاء الله. بهذا نختم درس القواعد، وفي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الدرس الآخر ودرس الأصول. أي نعم، هو كما قالت الأخت، نعم هذا صحيح. عامة الآن فصل الخطاب عندكم، نرى كيف البحث يكون معكم. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. لو فيها أسئلة أنا تحت الأمر، ثم حتى ننتقل إلى الدرس الثاني. نسأل الله أن ينفع بكم وينفعكم وأن يصل لكم. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن المشاركات هذه. أنا صراحة انشرح صدري بكم جدا، وإن كنت هنا في الجامعة مع الإخوة انشرح صدري، لكن ليس كمعكم، أصبحتم شفاء للصدور أنتم حقا، جعل الله في ميزان حسناتكم. نعم يا المسألة خلافية يا شيخ سعيد، نعم هذا صحيح. لذلك أنا أريد الإتقان في هذا الباب، تأتوني به. هذا ليس شك بعد العبادة يا بشار، لا يدخل فيه هذا الباب، لا يدخل فيه هذا الباب. طب نبدأ إن شاء الله في الدرس الثاني. نسأل الله أن يتقبل الصيام والقيامة، إن شاء الله نبدأ في الدرس الثاني. السؤال: حكم من صام فأفطر ظنا منه أنه سقط حارب الشمس فأكل وشرب، وهذا خلاف فقه. نعم هنا يطبقون عند تطبيق القاعدة، نعم ثم دمان خطأ وليس صيامه لا يقع بناء القاعدتين العبرة ظن خطأ وقال. نعم ممتازة، نعم هذا بالنسبة لتطبيق القاعدتين، الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء النهار، وأيضا لا عبرة بظن البين خطأ هو هنا الآن عليه بالصيام. وهذا قول جماهير الفقهاء أنه لو أخطأ، يعني أخطأ في ساعة الفطر بأنه رأى جاءت سحابة فحسب أنه قد سقط حارب الشمس فأفطر لذلك، ثم استبان أن الشمس لم تغرب بعد، فهذا يمسك ولا إثم عليه، لكن عليه القضاء وجوبا عند قول جماهير العلماء. ولذلك نقلوا عن عمر الخطاب أنه قال: الأمر هين، نصوم يوما مكانه. والحق يعني خلينا نتكلم بحق، أنا أقول جمهور الفقهاء على القضاء وتطبيق القاعدتين على الصحيح عليه القضاء، لكن قد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والمستكره عليه، على التعميم في هذا برفع الحكم ورفع الإثم. وأيضا حديث علي بن حاتم يثبت لنا بأنه لا قضاء عليه. والذي ورد عن الخطاب ورد خلافه أيضا بسند صحيح أنه قال الخطب يسير، ما قال الخطب يسير أنه يصوم هشام بن عروة، هو الذي قال الخطب يسير معناه أنه سيصوم يوما مكانه، لكن هم ما اقترفوا إثما، والصحيح الراجح في ذلك في أن الصيام يكون صحيحا، خلافا لجماهير العلماء الذين يرون بوجوب القضاء في هذا اليوم، بوجوب القضاء في هذا اليوم. هذا سؤال ماتع صراحة وسؤال مهم جدا، يبين لك مع تطبيق القاعدتين، لكن عندنا أصل
في هذا الباب الأثر يقدم على غيره، الأثر يقدم على غيره. عمل بها عمر ما صام، لم يعمل بها. نعم، لا، ورد أن عمر قال الخطب يصير نصوم يوما مكانه، ورد عنه ذلك. وذلك هشام بن عروة، قلنا هذا اجتهاد من هشام بن عروة، والأصل أنه لم يصم عمر بن الخطاب. وعندنا المسألة صام عمر أو لم يصم، عندنا الحديث ظاهر رفع علامات الخطأ والنسيان المستقرئ عليه، وأيضا حديث علي بن حاتم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذه على نفس الوتيرة، قد أخطأ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء اليوم. طيب، هنبدأ بالدرس الثاني. طيب، نبدأ بالدرس الثاني، ولو في أسئلة بعد الدرس الثاني إن شاء الله نجيب عليها. أتم الله عليكم النعمة ويسر عليكم الأمر، وهذا يعني يبشر بخير، ما أراه الآن من طلبة العلم والحرص في هذا الباب يبشر بخير. رفع الله مقامكم ويسر عليكم أمركم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في مزين حسنات. يعني طالب العلم علامته، علامة طلب العلم الملازمة والتقاعس والتقطع، هذا دلالة على عدم الاعتناء بطلب العلم، وأيضا لا يمكن لطالب العلم أن يصل إلى مبتغاه وهو في هذه الحالة كسلان، فلا بد من الصبر والملازمة. ولذلك كان كما قلنا علماؤنا عندما يسأل متى أفتى فلان، يقول بعدما لازم شيخه 40 سنة، بعدما لازم شيخه 20 سنة، وهذا الذي حدث من علمائنا الأجلاء. طيب، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنا أنبهر بما أراه من حرص فيكم، وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء، زادكم الله حرصا وزادكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.